ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ انا مس ميرفت ربيع. هنبتدي مع بعض النهارده عن حرف الصاد. نتكلم عن ايه؟ حرف الصاد. الصاد احنا عارفين ان الصاد يعتبر ليه شكلين، شكل منفصل وشكل متصل. الشكل المنفصل اللي هو بيمسك في ايد اصحابه احنا عارفينه طبعا، والمتصل اللي هو بيجي في الاخر لوحده كده زي ما احنا عارفين بطنه الجميلة ديت. هنشوف اول حاجة معانا صاد فتحة صا. صاد فتحة صا. هناخد اول صورة صاروخ. شايفين الصاد اتنطقت ازاي؟ وهنا كمان في صقر، صقر، صاروخ، صقر. صاد فتحة صاروخ صقر، الاتنين اتنطقوا بحرف الصاد. صاد كسرة، صاد كسرة. صي صي، ولازم نضخمه واحنا بنقوله عشان هو من الحروف المفخمة، اسمه صي. هناخد صينية اللي احنا بنحط فيها الاكل بتاعنا، صينية. وصنارة، صنارة. يبقى صي صينية صنارة، صي صينية صنارة. الحرف اللي كمان اللي بعديه حرف الصاد، بس صاد عليه ضمة، هيتنطق ازاي؟ صو صو. هناخد ايه من الصور بتاعته؟ صندوق صندوق، والصورة التانية صورة صورة. يبقى احنا عندنا حرف الصاد لما يتحط عليه الضمة بقى اسمه صو صو، صندوق صورة. Let's learn letter U. Let's learn letter U. For umbrella. U for umbrella. Uncle umbrella. Uncle umbrella. Second letter V. Let's learn letter V. Repeat with me V. Sound of letter V. V. Sound of letter V. 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 Capital V. Small. V. Capital V. Small. V. For vase. V. For vase. V. For van. V. For van. Vase van. Vase van. And you. عايزكوا يا صحابي تراجعهم كويس جدا وتكتبهم لي وتوريهم لي كمان واجب على الواتس. اشوفكوا المرة الجاية، مع السلامة.